ممكن شو جوا؟ لا خليني. شو بك انت؟ لا مو هيك كان فكري. كان فكري شوفك بشي محل. مرحبا ماما. اهلين اهلين حبيبي. خير ماما فيك شيء؟ لا 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 ما فيني شيء. شو بده يكون فيني؟ ما مليت. طيب حط لي عسبيستون. انت اسمع اعطيني بسكوتك. حنقطك بس زعلت. لا تزعلي مني عم بمزح معك. حط لي عسبيستون. ماما شو بده يجي خاله يعمل بالشام؟ ما سألته بنتي. مالك بالعاده؟ بجوز جاي يرسل السيارة. ماما بده يطول؟ انت بتعرفيني انا مو من عادتي اتدخل بهيك شغلات. شو يعني روحنا عند نشأت قلنا لا تشتغل عند اخي عادل؟ بصير الحكي؟ لك حتى لو قلت هذا مش طبيعي. بس يا اخي الواحد بينصح، يعني انت عاجبك يشتغل عند عادل؟ لك مو قصه عاجبني ولا مو عاجبني، هلا انا يمكن هذا الشيء ما بحبزه بس كمان مو كارثه. والله يا امي اخوك يا عادل بتغير كثير وصاير ما بيحب المشاكل بشغله ابدا. طيب مثل ما بتريدوا. بس أنا ما رح أسكت. طبعاً ما رح أجبره على شيء، رح أحكي معه وأنصحه، أحسن ما يطلع بكرة لا من هون ولا من هون، أخوك وبتعرفه منيح. مو مشكلة يا أختي، إذا حابة تنصحين صحي. أنا ما رح أتدخل. معلش مدام شوي. أيوة. 46. معلش كوعك بس لقدام. 57. تمام. إحنا بدنا نساوي له الجاكيت من هون كسرتين. شوفي عندي مسترات. هدول شايف هيك؟ هيدا حسب الالوان بنحط لها هيك يعني شويه الوان احمر ازرق. ايه والابره تكون هيك شوي عالي ولا لا واسعه؟ عالي مثل السين. اوكي اوكي عشان ناخذ هيك معلش. اوكي اتفقنا لك. انا من اول الشهر بدك شيء استاذ؟ بطلت بهالمده مشان تاخذ فكره مضبوطه عن الشغل من ابو عمر قبل ما يمشي. اوكي ان شاء الله. يلا باي. الله معك. مريم مجدي. اهلا وسهلا. اهلين نشأت، كيفك؟ ماشي الحال. جاي لعنا؟ ايه جاي احكي معك. تفضلي. اهلين وسهلين. تفضلي تفضلي. اهلين مدام. هلا. اهلي اهلا وسهلا. كيفك منيح؟ عم بيعذبك؟ هادي كثير الحمد لله. ما شاء الله بيك العين. ما شاء الله. تفضلي تفضلي. اهلا وسهلا. الله يخليك. مرحبا. اهلا عمتي. تفضلي تفضلي. اي حبيبي. ايه شو مشتاق لك؟ انا مشتاق. كيفك عفاف؟ مرحبا. اهلا اهلا عزيزي. مرت عمي العظيمه. اهلا حبيبي. هلا كيفك؟ الحمد حبيبي. يلا 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 حبيبي يلا يلا. ممكن تعطيني الولاد؟ ايه تفضلي حبيبي. كيفك ما تعني؟ الحمد لله. كيفك يا عمري؟ اللهم صل على النبي. شو قلت خان؟ قلت انك جريء
طالع لخالك. شو نسيت؟ أيام اللي كنت تجي أنت و... لك تضرب أنت وهديك السيرة، بخشت بدني العمى حاجة بقى. وهلأ؟ ما بدي مشاكل؟ ما في مشاكل، لو في مشاكل هي ما كانت رضيت تجي من الأساس. العمى بقلبها، يعني مو خايفة من الجيران؟ بالعكس، معتبرتهم طبطاية مناسبة. لا، مين هي؟ خال أعراض الناس. هلأ أنت خايف على أعراض الناس؟ شي مما عندكم خال. تضرب اللي ولا ضربة مرتب أحلى من ما بتتصور. العمى بقلبك، وين تعرفت عليها؟ عالشاشة. شاشة شو؟ الماسنجر. عم بيتطور الحب البلد ما هيك؟ كل شيء عم يتطور خال. ما قدرت رد، كنت عم دبر البيت. شو صار معك؟ دبرته، بحارتكم. بيت مين؟ خلص شو بدك؟ المهم بيت قريب عليكي مثل ما طلبتي. اوكي، راح انتظرك على نار. انا ما بعرف ليش كل هالشي. زلمة بده يشتغل وصحت له فرصة يحسن وضعه، وعند اخوكي مو عند حدا غريب، ليش كل هاد؟ لاني بعرف اخي كيف بيشتغل. والله عيب هالحكي. بس كرمال لما رح رد عليكي. قال عيب قال. عمتي طولي بالك. يعني انت عاجبك الوضع هيك؟ عمتي انت شايفة، الواحد يا دوب عم يلحق، وقلنا انه اجت الفرصة الواحد يحسن اموره شوي. بعدين انت على شو معترضة؟ انه عمو عادل بيشتغل شغلات عليها اشارات استفهام؟ دخيلك، مين من اصحاب الشركات اللي ممكن يشتغل عندهم نشأت مثالي وماشي على خط مستقيم؟ ايه من مديره الحالي وجر؟ والله بيلتقى، بس غلط عن غلط بيفرق. انت بتعرفي كل قصص عمك القديمة، بقدرة قادر نفذ من الحبس، يعني كل اللي ممكن يشتغل عندهم نشأت ممكن يكون عندهم هيك ماضي. بس كان يا عمتو كان، المهم انه كان. والله انا ما عم صدق، في حدا بيستغيب اخوه بهالطريقة؟ انا ما عم بتقصد استغيب حدا، ولو كان اخي هون كنت حكيت هالحكي بوشه. بوشه؟ وبوش ولاده كمان اللي عاملة حالك ام تانية لقلهم؟ سوسن، دخنتيها، انا ما عم بحكي معك، بعدين من ايمتى صرتي حضرتك عم بتدافع عن اخي؟ طولي بالك عمتي، مو هيك؟ مانك سامعة؟ مشكلتها انه بدها تعمل ام تانية الك، وما انا محترمة امك. وبدها تعمل ام تانية إلهم وما انا محترمة ابوهم. وانتو خليكن مصدقين هالأمومة الحنونة هاي. يا مرت عمو مش هون الله هدي شوي، روقوا. اتنيناتكم ضيوف ببيتي وماني متعود حدا ينهام ببيتي. يعني ما انا مستاهل القصة تتخانقوا من شانها. انا رح اغري لها الساحة، بلكي بتقول كل شي عندها. يا مرت عمو خاطركم. يا ماما طولي بالك، ليش هيك؟ انتي ليش زعلانة؟ والله العظيم ما بيهون علي زعلك. يا حبيبتي انا ماني زعلانة، بس انا خايفة عليكم، خايفة عليكم من شي توريطة من توريطات عادل. لا تخافي ولا يهمك، اصلا ما في داعي لهالخوف كلياته، واذا طلع خوفك بمحله رح اترك. عمتو مانك واثقة فيني؟ باخلاقك انا واثقة مليون بالمية، بس بحسن اختيارك يعني صار عندي شوية شك. لا 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 حبيباتي ما هيك كان قصدي، يعني من كام يوم وجاية اختياراتك ما كتير مزبوطة. أيوة يعني عفاف ما دخلها. ما دخلها. ساوينا قهوة. على راسي. زين إن شاء الله. ساعتين. ساعتين بابا. أسلمك حبيبي. وأنا كمان قايم مريحني ساعة. شو بكي؟ ما في شيء. ماما إذا نمت فيني بعد نص ساعة. الساعة مو محرزة. ما علي ماما، بس وعدت إلها منزل أنا وياها على السوق.
وسهلا. اهلا سمير، كيفك؟ شلونك ميساء؟ انت شو اخبارك؟ الحمد لله مشكور الله. عرفتكم على بعض، الاستاذ لبيب صديقي اللي حكيت لك عنه، اللي عنده مجله بدبي. اهلين. والانسه ميساء من الصحفيات المميزات عندنا هون بالبلد، واكيد لها مستقبل كثير كبير. تشرفنا. شرف الي. على فكره لبيب، بتوقع انك تستفيد من الانسه ميساء بمجلتكم. ايه شو عليه؟ نحكي ان شاء الله، هذا الشيء بيسعدني. يلا على اذنكم، خلينا نسمع صوتك. ها ولو ما بنستغني. تسلمي لي يا رب. شوفها شو صار لها. حلوه والله ما بشي، وبعرف انها حلوه ومرينه كمان. بالله عليك انت بس حسسها انه إلى مصلحه معك، بتلاقيها عمليه كثير. هيك عم تحكي عن تجربه هيك شيء دخلك؟ وهالتجربه خلصت الا لسه؟ والله حلقت لي الظاهر، لقيت مصلحه مع واحد غيري. عظيم. شو كأنك عم ترسم على شيء حسن. بيزعجك هذا الشيء؟ لا بيزعجني ولا هم يحزنون. ايش هو مرتي ولا اختي؟ هلا انا وياك شو جابنا على شغله الادب والصحافه والعلاك المسدي؟ لو لقينا شيء وسط في مرونه اكثر من هيك ما كان احسن واشرف. من شو بيشكي وسطنا يا حبيبي؟ ليك ها النعمه بين يديك. لك ايه مو شايله همها، بدك تدور عليهم ندواها. يا زلمه شو عم تعمل من جيبتك انت؟ الو. ايه سيدي، في عنا محمره ظريفه؟ تمام، جبنا محمره وبسرعه الله يرضى عليك الطلب كله. اللهم اجعله خير. هو علينا خير. شو في؟ خذ اقرا. يرجى الاسراع بارسال المواد من سوريا. لكن يا عمي العز للرز. بقى شد لي حيلك الله يرضى عليك. اطلع من هالبواب لبي، صرت باعت لك كذا مادة ولهلأ ما شفنا شيء لا بالنشر ولا بالقبض. سمير بدك تبعت لي شيء يناسب الخليج وتنسالي جرايدنا. يا حبيبي أنا صار لي عمر بكتب هون، شو بطلع من أواعيي؟ والله يا عمي بده دولارات، بده يطلع من جلده مو بس من أواعيي. شو ضيع تليفونات. أهلين. شو طلعت؟ فهمت عليك. لكن العمى بقلبك شو بتقر؟ خلاص خلاص راح اتاخر قد ما في، بس انت دير بالك. ها يلا لكن قلع خلاص. لا عمى ايه سيدي وين كنا؟ مرحبا. اهلين. اهلين دكتور اسوسا. خير وين؟ اتصل ابني لؤي وخبرني انه امه عطتك عمره. الله يرحمها. طيب وانت وين رايح؟ طبيعي شوف اذا ناقصهم شيء وقف معهم، لا تنسي انهم اولادي. ضروري ضروري، بس لا تطول دكتور. لا ان شاء الله. يلا سلام. الله معك. يلا يصلحك، انت ما كان لازم تفوتي هالفوته من اصله. ما بقدر شوف الغلط واسكت. لك يا نوال يا حبيبتي، ربنا سبحانه وتعالى عطى لكل واحد مخ يفكر فيه، انت ليش بتفكري عنه؟ ما بدي فكر عنهم، بس يعني إذا نصحت بكون عم فكر عنهم. بيضل هذا أخوكي ومهما كان هدول أولاده، وسوسن بها الشغلة معها حق، ويمكن إذا سمعوا أنك أنت هيك حكيتي يزعلوا. أي يزعلوا؟ بكرة بتشوف رح يجوا هن وينصحوا لنشأة أنه بلالوا هالفوتة، بس يمكن لهلأ ما دريوا بالقصة. طولي بالك، وإن شاء الله بإذن رب العالمين ما بصير إلا كل شيء منيح، بس طولي بالك. إن شاء الله، الله يسمع منك. ايه سيدي روح انت مشوارك لك، معلش. والله للاسف مضطر روح يا ابو اللب. عن اذنك عن اذنك. يعني بصراحه لو ما كان عندي اجتماع بهيئه التحرير كنت قعدت معك وقت اطول، بس للاسف ملحوقه. بنشوف بعضنا. تسلم لي. يلا حكيني بكره. ها ان شاء الله. يلا بالسلامه. باي حبيبي. الله معك. ابو سمره. ابو سمره. ايوه.
اذا ما في احراج او تقل دم يعني اعطيني رقم هاي البنت شو كان اسمها؟ ميساء. ايه ميساء. هدي رقمها. ابو تكرم عيونك. وهي رقمها يا صديقي. ها شرف نقول ولو ايه كام لبيب عنا نحن، معقولة ما نخدم الطيبين بهيك قصة؟ يا شو هلا بصبرة، تسلم لي، حكيني بكرة. إن شاء الله. يلا حبيبي، سلام. موفق بكل مشاريعك حبيبي، تسلم لي. الله معك. باي باي، مع السلامة. مساء الخير. مرحبا. أهلا. أهلا. شو هالصورة؟ والله طلع شو اسمك؟ سوري ما عرفتك. يا سيدي والله الهاي قلبي غير اللوك تبعي، مو عاجلة. إي معها. معها؟ اي مو كثير بس شوي. هاي فرجيني شوف. فوتوا فوتوا. بس والله مو لابسة الاورانج. والله لا كثير حلو عليها. شوف شوف شغلني معها. شغلني معها. شغلني معها. والله فكرة. أنا طالع. لوين على القهوة؟ ايه بدك شيء؟ لا سلامتك. ألو كيفك؟ مشتاق لك، عم استناك. وين صرت؟ أنا ببيت خالي اللي حكيت لك عنه. وكيف الوضع عندك؟ أمان 100%. أنا ساعة زمان بكون عندك. عم استناك. هذا انت مره تانية؟ فعل خير. قلت لك ما بدي اسمع هالحكي. شو خراس خراس وا لك يا سيدي مقضي يومي كله مع حلمك، شو هم بدك يعني يكون يعني؟ ايه والله معك حق. هلا انت شفت لي الملوك للشعر كمان؟ ايه حلو كثير. بس مو احلى هيك؟ ايه بلا. حلو. هيك بدي الان شو بدي اعمل؟ لا شوف انا ما بزعل ابدا اذا بشوفك عم تسمع كلمة بدل اختي، لسببين، اولا ان اختي، ثانيا قضيتي وبتعرفوها. ايوه قضيتك مو على اساس النديه والمساواه، مو نقل السيطره من طرف لطرف. هي 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 وين رايحين بالعجقه بهالموضوع كانه مظبوط؟ انا بكفي وضح يطلب مني طلب واحد ليتحول فورا لامر وعلى راسي من فوق كمان.
حلو. الله اكبر. سامع الحديث؟ لما تصير علاقتنا رسميه بدي مثله وبالعشاء قد ما كان في عشاء عالم تحكي قد ما شو رايك توزعين شوي؟ انت ما رحت؟ تاخذي العقل. شو بك؟ ليش ما عم تردي علي؟ معقول يكون خالي؟ لحظة رح شوف. ما في حدا. جوزي ما لا استني لك خمس دقايق بس بعدين بتروحي. مرحبا. أهلين. آسف ما سمعت صوت الموبايل من العجقة. وين أنت؟ أنا؟ أنت وين؟ رحت شربت فنجان قهوة عند جارتنا أم صبحي وهلأ راجع البيت. آه. إيه أم صبحي شو كان بدك؟ لا ولا شيء. هلأ بس أجي منحكي. طيب مع السلامة. مساء الخير ماما. أهلين. شو بكي ماما؟ ما بني شي. شو وينه بابا؟ قال راح على القهوة. لا هلا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه
يا اخ تفضل استاذ بدنا نشرب شاي تكرم استاذ ماما كانه تأخر بابا ما هيك؟ شو بيعرفني حاكي؟ الواحد ما منشغل باله غير على ولد صغير بس الوقت لسه ما تأخر بعدين قلت لك حاكي صدق له 100 مرة موبايله عم بيعطيني مسكر بجوز يكون بقرني ما فيها تغطية منيح ايه الهم مع مين شاغل خطك صار لك ساعة؟ ليه؟
لا ان شاء الله ما في شيء. لا طول بالك. طيب انا رح احكي مع عمو جلال، بركي انه شافه او حكى معه. طيب ماشي، وبرد لك خبر. ايه ماشي حبيبي، طول بالك انت. الله معك، مع السلامة. شبيك؟ وضح مشغول باله على عمو موفق، لهلا ما رجع على البيت ومسكر موبايله. هو ما في بالعادة يتأخر لهالدرجة هو؟ وماله بالعادة يسكر موبايله، مشان هيك مشغول باله وضح. لا تاكلي هم، إن شاء الله خير. إن شاء الله يا رب. شو هاد يا أميرة خانم؟ عم تتألقي جمالاً يوماً بعد يوم. لينا؟ شو بكي أنت؟ صار لك فترة معنك طبيعية. أنا؟ ما بعرف شو بني؟ هيك يعني صار لك فترة مسلطنة، مبسوطة، أعصابك هادية ورايقة، شو بعرفني؟ طيب شو بدك احسن من هيك؟ اذا هيك ماني طبيعيه كيف لك عم تكون طبيعيه؟ اي لا، لانه الطبيعي عندك هو المجاكره والنرفزه. احكي شو في؟ في شاب؟ ايه. مين هو؟ وائل. وائل ما غيره؟ رفيق انور بالاتيليه؟ لا والله ما شفته اليوم. لا ابدا. خير في شيء؟ طيب عمو حبيبتي. لا انا قاعد ما عندي مشكله. لا بس يطمنك وضاح عمو، طمنيني. ايه لا انا قاعد سهران. ايه لا انت ما بدك قاعد، ما في مشكله حبيبتي. اهلا يا عمو، مع السلامه. مع السلامه. مين جلال؟ نفسه الكاتب اللي عرفتيني عليه؟ ايه نفسه. مساء الخير. اهلا وسهلا. اسفين على الازعاج دكتور. انا اسفين انه اجينا بالوقت، بس بنتي حرارتها كثير عاليه، خافض حراره ما عم تنزل. بسيطه. هات اشوف يا امي. شو حاسه؟ وجعني راسي وبرداني كثير. ان شاء الله خير. وين راي؟ ما ترد. رايح دور عليه. وين بدك تدور عليه هلا؟ هلا بيجي. لا تتركني. ما بقى فيني، اعصابي عم تغلي. مرحبا يا اخ. اهلين. خليك ممكن اقعد معك شوي؟ شرف، تفضل. شكرا. وينك؟ جيب لي هالقهوة لهون ودمج الطاولتين سوا على حسابي. لا ما بصير. بصير، شو هالقصة؟ شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. حنا، في بالعادة الأستاذ جلال يتصل فيكي بهذا الوقت؟ ايه بتصير مرات. خذي الليان وروحوا على البيت، انا رح ادور على صيدليه فاتحه اجيب للدواء. حبيبي عم عزبك معي. روحي.
طمنيني طمنيني تيتي طمنيني. شو قال الدكتور؟ عندها التهاب بإذنها. يا حبيبة قلبي سلامة قلبك سلامة قلبك يا تيتي. لا تخافي تيتي هلا عدوى بطيب. يا حبيبتي تقبر قلبي لك هي اللي عم تطمني. حنونة شو وينه فادي؟ راح يجيب لي الدواء ما بيطول. يلا ماما يلا تعي فوتي تسطحي على بين ما خالي يجيب الدواء. يلا حبيبتي يلا. بقى شو رأيك؟ لا ما معقولة. مو معقول شو عم تحكي انت؟ انت فكرني عم كذب؟ لا حاشاك يا سيدي. من بكرة الصبح من الصبحة باخذك مشوار صغير وبخليك تتأكد من صدق كل كلمة قلت لك اياها. لعنة نسينا مسكر. لك سيدي خليه مسكر بلا هالمكالمات. هلا ما بهمني مين بيتصل ما عدا شخص واحد بس. مين؟ ابني. الله يخلي لك يا صغير. لا شو صغير رجال معيد بالجامعة. العامة ما في تغطية هون بنوم. هلا اتركنا من التغطية. معيد بأي كلية؟ يعني بعيد عنكم. هو ريفي كاف اختصاص كيمياء. بده يدير باله لحاله لأنه مو بس بالفلسفة بتصير هاي الشغلات وين من كان بتصير. أنا طلعت حمار. حاشاك يا سيدي. شو حاشاك؟ حمار ونص. لك معقول يا رجل؟ بحياتي ما فكرت انه استاذ بالجامعة بيقبض لينجح. لما قالوا لي اياها ما صدق. قلت له للي حكى مجنون لا وبلا اخلاق كمان. قام طلع فيني هيك كان بدي يقول لي حمار بس يمكن فجل وما قال. طلعوا نص الزملاء الأفاضل عايشين من ورا هالشغلة. والأحسن من هيك إنه براس مين انطبشت؟ براسي اللي بحياته ما مد إيده على قرش مو نظيف. لك يا رجل لك كيف فبركوها ونفذوها ونفذوا حالهم وانطبشت براسي أنا. طلعت أنا المرتشي. انت شو حكايتها؟ بين عليك مقهور كثير. انا مثلك استاذ بس مو بالجامعه اعدادي وثانوي. بس مو هذا اللي قصدته. لك شو؟ لا عفوا مو مثلك حاشاك بس انا حمار عن جد.